أول مرة في حياتي أشوف صبري فواز مالي مكانه كده ومثل حلو قوي. مدحت صالح أول مرة في حياتي أشوف مدحت تمثيله كان يعادل كمطرب من كتر ما كان هادي ورزين وكان فيه تعبيرات لعينيه حلوة. بسمة عملت دورها حلو قوي اللي هي الست المسكات ماسكة الشخصية وعملت دورها حلو قوي. صبري فواز لما جه يواجه أولاده طبعاً هو بالنسبة لهم يعني فكرة إن هو يخلي الأب هو الحضن بعد وفاة الوالدة وعنده 4 رجالة بيربيهم. ففي مشهد اللي هو بيصارح ولاده إنه عايز يتجوز، فأولاده غضبوا إن في واحدة تيجي مكان مامتهم. تشوف طريقة أداء صبري فواز، الأداء الصوتي كان شكله إزاي، حركة إيديه وعمله بهدوء، وبعدين دمع وعينيه نزلت، وبعد كده عمل بإيده مش عارفة إيه. نفس المشهد المفروض بتعمله شيرين رضا إنها بتواجه بناتها إنها هتتجوز، راحت مزعقة يعني فاهم. بس هي كانت شخصيتها كده، هي كانت طالعة بدور الأم العصبية جدا جدا، فيمكن هي طريقتها كده مع بناتها في كل حاجة. هو أنت لما بتبقى عصبي بتفضل 30 حلقة عصبي، ولا بتيجي في وقت ويبقى شوية عصبي وشوية تهدى؟ ما عجبتكيش شيرين رضا يعني؟ لا، بالنسبة لها هي ده يعتبر نقلة، بالنسبة لها فيها خطوة كبيرة بالنسبة لها، لكن الدور كان مليان. هاني كمال كاتب حلوة قوي ومفتح محاور كتيرة والدور مليان، فهي استفادت بس كان نفسي إنها تستفيد بكله.